زنى رجل من امرأة فحملت الحرام ثم ذهب إلى أبيها وطلب الزواج منها وتم له العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال: ما حكم هذا النكاح وما مدى صحة عقده وهل عيالهم شرعيين أم لا؟ ما النكاح مع الحمل عن الزنا حتى تتوب حتى تخرج من عدة هذا الزنا فاسد حتى تستمر في حيرة وتتوب ثم يزوجها بعد ذلك ولو كان منه ولو لأن هذا لأن هذا لا يلحق الحمل هذا لا يلحق زنا لا ينسب إليه. ثم الزانية لابد أن تستفاد ويتوبه، لا ينبغي أن يتزوج بعد أن يظهر منها التوبة، وكذلك ليس بكوب حتى يظهر منها التوبة. هذا على كل حال ينبغي فيه كتابة الجميع، ويرد أن يبعد الفضيحة يعني بيداري غلطته معها. الله المستعان، نسأل الله العافية.